كان قاطع الارسال اصلا فترتها، فانت بتطلع اسعاف متصل يعني فيش ارسال، يعني كيف بدك توصل لحدا؟ بس المرة هاي إجا طفل الثالث وإحنا بحرب، ما كنتش عمري ما أتوقع كانت الحرب بتطول لدرجة إن أنا أولد في الحرب وأولد في مخيم نزوع في داخل مدرسة إيواء. فأنت عارفين أصلاً كيف مدرسة الإيواء، يعني هي صراحة مرمطة، فتخيل لأم حامل وبشهرها. كان قاطع الإرسال أصلاً فترتها، فأنت بتصل على إسعاف متصل يعني فيش إرسال، يعني كيف بدك توصل لحدا؟ وأصلاً يدوبك ما يعني المستشفى ما فيش وقت إنك تعمل فحوصات أو يشوفوك أو حاجة، وخلاص أخذوني حالة أرجنت طوارئ طارئة وخلاص ولدت. لا ولدت طبيعي والحمد لله كانت مسهلة يعني. طبعاً مع قلة الأكل وعدم الاهتمام، لأنه ما فيش مجال إن أنا أهتم، مش إن أنا أم مهملة، بس كان الحصار والجوع اللي إحنا كنا عايشين فيه. كان بيبي صغير يعني 2 كيلو، مش يعني يعتبر صغير بالنسبة للبيبيهات، هو كان 2 كيلو. إجا ابني